والخبر التاني معانا من مصر 500 جلوبال هتفتتح اخيرا مقر ليها في مصر. الشركه مقرها الولايات المتحده قررت ان هي تفتح مكتب في مصر، ودخلت بالفعل في شراكه مع هيئه تنميه الصناعه تكنولوجيا المعلومات لاطلاق مجموعه من برامج الدعم للشركات الناشئه واللي هتركز على الاستثمار فيها. الشركة عينت أمل عنان بالقاهرة كشريك للإشراف على الأنشطة المتعلقة بالصفقات في مصر، و500 جلوبال حاليا بتستثمر في مصر بقالها مدة طويلة جدا، ودعمت أكتر من 60 شركة ناشئة منها مكسب، هوم سمارت، وبريت فاست. وده طبعا خبر كويس جدا للشركات الناشئة في مصر ان هي هيكون ليها اكسس اسهل للحصول على الاستثمار. وقع الاتفاقية الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكورتني باول الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك الاداري ل 500 جلوبال. المدة الاتفاقية هي 3 سنين، وبتتضمن قيام شركة 500 جلوبال بتأسيس مقر ليها في مصر، بناء قدرات نحو 200 شركة ناشئة خلال مدة الاتفاقية اللي هي 3 سنين، بالإضافة لتأسيس صندوق للاستثمار في الشركات الناشئة بمصر.